بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني الصواب وعلمني الحكمة وفصل الخطاب. يندعى كبكوبكين، اللهم ألهمنا الصواب وعلمنا الحكمة وفصل الخطاب. ربي زدني علما. أفرمي درباري نكاح ولا يصح تعليقه. دروز نية نكاح معلق به واتهل واسراب بشرتكو فيفسد به فيفسد فيفسد فسد يفسد فيفسد به كالبيع. بهوي تعليق و نكاح فاسد به وكو بيع واي بل أولى جاء بل أولى لبركة زور توشماني لعبارة كان داهاتوا بلكو نكاح باشتر فاسد به بتعليق بو لمزيد الاحتياط. چونكي نكاح لازم زياتر احتياطي تياب كين تياب بيع چونكي بيع أمي زي من فروشن بتو سري قد باشا سري نقرد او ايكي ده هزار زرر مان كردو. بلا مسألة نكاح على قيب بضعو هيا على قيب تكربوني بياو جنو هيا حرام بزنا درچه. ها بويا فرمي لي مزيد الاحتياط ولو بشر بولد. اما التعليق لسر تعليقك واتى التفريع لسر قولي ولا يصح تعليقه. تفريع لسر او واتى فرعك جابته ونمونيك بو او ايهنته علي. ولو بشر بولد اجر فالزيت وتيان زيد منالك بو منال نانو كرياك تشا فقال لمن عنده اي دانش دابك بوكو ملي لا يخويوت يعني بياوي بو دا لا دانش تبوتي ان كانت انثى فقد زوجتكها. اجر او منالك جبو او مارم كرلتو مارك النسر بيشكا فقبل اشتوا قبولي مارك النيوك شي توم كرت. ثم بان أنثى لباشا الدركة وكتشة. أو قال شخص لآخر يا شخص زيد بعمري وت مثلا إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتك. كتشكي هذا جير سايكة سيكترا شو يكردوها كتيبي لي أجر كتكم طلاق دراو عديشي ورقت عدي توابو أو من ما رم كرلته فقبل قبل اجتوا قبول مكل ما ركذنيك تكيتو دواي أوي طلاق دراو عدي توابو باش برام. ثم بان انقضاء يا بان انقضاء عدتها لفاش عدر كوت كتك طلاق دراو عديشي توابو باش برام. وأنها أذنت له وكانت بكرا أو كتا أذنت له أو كانت ليتو أوى وعلي من ويا وغلطها أو كانت بكرا أو يتو الراستا يان عدي توابو وأنها أذنت له دارك عدي توابو وتبي وجل أبي إذني شي بدأ إذني شي دا وتي معرمك لو فلان كسا أو كانت بكرا يا أخو نخير طلاق دراو عدي تواو بو كتش بو نبو بو بجن باش برام. إتلك كتش بو معناه وايا في عزب إذني باو غناك باش برام. أي باشا كتش عدي بوتي منال قبل الدخول آفرت عدي ناوي عدي بوتي
أوا على الاستدخالي ماء أو وطئ في دبورين مثلا شو يكردوها شوت لاي بياوكي نشوت لاي لبيشوا لدعوة شوت لاي هل بيوسي بعدها يان شو يكردوها نقواز راوتوا نقواز راوتوا بلا هاتو او سانو العبارات الشرع علي لري لوكو يسال لري ام بوريه وهي تشيبي يعني ام نالي بلوري چیان کردو او سا او پیاوا اگر اسپتی جماع لگل او جنانکا یکسر من یکی خوی تکانو تو سر نختی لوکا جنکی جن لوکا کی کردو با جانیا لیو آوکا چو تناو رحمیو مثل من نالی بی من نالی بی جماعشی نکردو کچتیش لدز نداو آها لاستدخالی ما این يعني سرك علماء الشرع لكون الريان بتشي بردوه إسهاتو تدي إسه الريان من عليه نو بلوريو أو أكن رحمي هني أو بياو أخنا ناوجنك إسه شتي تريش أكن خوابنا من بو بياو أكن نزوكا هر نزوكا ناوجنك طلاق ده أكن مني بياو كتير جرن لري ام بلوریو ای کن بناو من الدانی آفرتکا مثلا بلین نسرین خزانی احمده بلام لولا و منی محمود یان تکدو اول اروپای سهر زور زور ندوه شا منالکا برا گریو متربا ابیو ابیو منالو بنایو احمدی شو نوسن هی ایجنی بریه لب جورک اللزینه اما لا اما هر دروز نيه لشرعيه ما بلام لشرعيه ما يسهاتون شتتريان كردوا الين بابا او بياوا مني هيا بلام من يكي لاوازا من لو تناقيم چونا اشن مني بياوا كل ريب لوريو اكن با من الداني افرتكا مني بياوا كي خوي اما توزي بجيه يا لن من الداني افرتكا ضعيفة ومتربة وناقرة جورة هني بودرو سكن جورة جاورة جاي بودرو سكن من علكا للرحمة آفرتك دانين ومتربة بلا وبلوريا أما يان رقا دروز بيا والله أما يشان توند بيستو زور جار لمختبرة لتعقيقا مثلا توتي فحصي بون ملين فحصي ميزكي كتي فحصك اي تو تكلبي لك شخصك زورك اتواك تكلبي خوين تكلبي لمختبر دي زور جار امانين بعمدن تكلك بعمدن بو اوي ايش كان سر بقري وبلا الله الدكتوره فلان كاز دكتوري تشاغو بعمدن ين ازانن بياوكي خوي نزوكا من يكي متربه بهيت شي ونابه بشي كتاب لوري ومتربة نابي أتن مني بيها كتري بوادزن أي كان من عالداني أما أفرتهو بو أوي متربة بيتو قواي بو أوي يكن باركي عندس كوي كبرياري داوة أغير متربة بو أوانا بارا اللي أسينم لو لا يشو دكتورة كان مشهورة بي آي دكتوري چاكا من عالا بلوري كاني همو يساري قلت جوانا داني أتن أوا كان خواف نعمل لبرا وزور مشكلة أم عملياتاني كأمرو إيكن لمختبر على أي جيسي قني أبي أنت الدكتور يجب أخوة لصا نظام دان جيسي قن أمرو إيه أو قال لمن تحته أربعون يا زيد بعمر عليه عمر شوار جنيهية ألي إن كانت إحداهن ماتت زوجتك بنتي على عمري برا اگر يا عمري هاوريم اگر ايش لجنا كان مردو امانه جاربته بسجن او كاتبو هيجن تربيني على هر كاتي ايش لجنا كان مردن اوامن كچكي خوم دابتو ايش لو قبولن فالمذهب بطلانه مذهب ايه لها مو ام حاله تاعنا
أو عقد بطالة بو تعليق تياه لفساد الصيغة بالتعليق. آه لولا وزلامك ما اللي قلت بيته عليتو لبيري شو لبيعة وت لباب بيعة وت ولو باع ما لمورثه ظانا حياته فكان ميتا صحف الأصح. أجل زيت باوتي ناوي بكرة لسعاد دي بياني أمره زيد له وليرة باوتي هالة سليماني ناوي بكرة سعاد دا ساريك هالة جيرا زيدي باوتي سعاد دا لمعرض يفروش هو زاري باوتي زندو بلا متر هالي كوري يفروش مكيا قايني خباوكم نام كوشي سعاد دا لمعرض فروشتي بزلامي لهولير لدوا نجا وارثي باوچي شي هر اما كزنيه كباوچي بري هر اما وارث هم مبارك يا بو لدوا تلفوني عن بوك انا ربا او كمردو كاي مردو ولا سعاد نو مرت سعاد دفروشتي واي زانيو باوچي زندوا بل اكيد بفروفيل كردو بعقلي خوي بلا مواقع عن بيعك الراز بو تونشي لو كاتب او كي مردون بقى سعر كيف روشتو بقى مش نيزاني بي واقعي بيعك دروز بو معنى يوايا او بيع دام ازراو اي بولا بي علي دروس لكاتك قماني وابو باو كي شي لحياتها بلا مليرا علي ام عقد دروزني علي اميان جيايا علي وفارقة بيع ما لم ورثه ظانا حياته فبان ميتا اما فرق هيل بيني انا بو بجزم الصيغه وايا لا توجوايا لا من غلطي ها ليرا نسيتي تجزم الصيغه بلام بجزم الصيغه بجزم الصيغه ك بجزم الصيغه ك تشنجي لما سلي بيعك هج تعليقي نكدو يكسر يوم في سعر في رجبته كابراهيم مشتري جواي زاني هي خويت لو كاتش أباوي شيء مردوه معركة هم يعتبروا صيغة كيف جزم تيابو تعليق تيابو عليه ودرس فرقه فلما لا أجر جنية كده مردو منك تكمل لي ما أجر أيه تعليق أي بلى على بجزم الصيغة ثم لما سلي بيعك ثم نياوة ثم لما سلي بيعك لبي جزمي صيغيتي يا تعليقتي يعني بلام ليرة تعليقتي يا بلام أم قصة كتو علي بلي بابا أو دروس أو فرقه لقال أما علي أم قصة ويرد رد أكريته أم قصة بجزم بصحته ثم مع التعليق لو او بيع دروس اجا تعليقي شي لقلابك مثلا كابراي بايع كسياره كافروش عليه ان كان ملكي فقد بعتكه باش ابراهيم وان لم يظنه ملكه باظن شو انا بملكي او ما دام ما باظن شو انا بيه او سعاده بيه فروشه وازن باوشي لحياته علي إن كان ملكي فقد بعتكها أمس أعرق الملكي من أواب ينفروشتي وإيش علي قبلته قبول مكرت مشتري يعني ألو كاتا زيد بوشوني وابو كملكي أو نية شونجي وايزاني وابو شي لحياته لدوا تلفونيان بوكر باو كمردو ولا سعادنو أما هشتا أم بيع دروسة تعليقي شتياي علي باوكم أيتو أما لبيعكا تعليقي شتياي بهال دروسة أي لنكاحك أبو دروس إن جاء توري بيعك أبو يدروس اللي لجزم الصيغة ثم لبي جزم الصيغة هي أكد جزم الصيغة نبي هل دروس ألي باوكم فرقك يعني أولنية كالتعليق هي يعني فرقك يعني مزيد احتياط هو يكلي في شو باسم مزيد احتياط ما نبيوستا لا نكاح أبلا مليلا نعم لمزيد الاحتياط هنا كما مر آنفاً يعني قريباً وكوبي أول لمن الزكانة بومان باس كردي
باشا برام أميش أوا ويؤخذ منه لما ورجله أن زوجتك أمة مورثي إن كان ميتا باطل وإن بان ميتا سعاد نو زيد أما تكي باوتي كهر أمش وارثتي أداب شو أيدا سلابة خالد ألو ما متم معركة لتو أجر باوك مردبي أعلم كاتا ومن أمتك معركة لتو أي باش بوشي لبيع كادروس بولي ربط باطلة على باوك ما مش هر باطلة شون كيف روشتني أمتا بيوسي بزيادة احتياطك بو أو شون كيف روشتني أمتا وكنزك يكسر قنجي وطئي بدوابي أي وكوني كاحوة لا أوش بيوستي بمزيد احتياطا باشا وخرج بولد ما لو بشر بأنثى قال ولو بشر بولد زيد مجدي ولدي في درا نزان را كورا يكتا بلام اگر يكسر مجدي عن دا بيوتان كتشيك بوه ما لو بشر بأنثى فقال بعد تيقنه دعي او يقين بو خبرك الراستا او ظنه يا ظن بو خبرك الراستا او ظنه صدق المخبري ظن بوك كابراي ظن يعني غلبي علما كوا كابراي مخبر راسك كتيان بوا وتي ان صدق المخبر فقد زوجتك ها وتي اجل ام هوال در راسي كرت ومن امك تمارك لتو خالد فانه يصح أو نكاح دروسة لأنه غير تعليق أو تعليق نية بل تحقيق تحقيقة شون جي أو أزانيك تيبوا يا ظني غالبي وايك تيبوا أما هر كالي إن كان أنثى فقد زوجتك ها بياني واقعة تعليق تاني أزانيك تا بلام إتر لفظك واهاتو نعم تعليقني بل إذ إن حينئذ بمعنى إذ تنشي أو إنك وتي إن كان أنثى فقد زوجتك بمعنى إذ كان أنثى ما دام كتا أوالي ما ركردي بمعنى أوي وكل قرآن شهات وفرمي وخافوني إن كنتم مؤمنين يعني وخافوني إذ كنتم مؤمنين أو إن بمعنى إذا جبوا تحقيقوا استه زماني استه على إذ إن حين إذن كلمي إن لرا بمعنى إذ ومثله هريني أمواي ما لو أخبر بموت زوجته زيد ألين جنكو مرت وتيقن يقين بخبرك الراسة تنك من أخوش جي يلابو أو ظن صدق المخبري يا ظن تواويها بوك مخبر راسك تنك بيعيش دروزنية فقال وتي إن صدق المخبر فقد تزوجت بنتك لو كاتا مزيد عمر دانشتو بعمر لي أقل أم هوال در راسي كجنة كمبرد بيه ومن كتكيتو مبارك لوجتي قبلت زواجها منك باشا برام أما ليرا بلي ليرا شهر دروسة ليه ومثله وكو أما واعي بو أمش تعليق نية أمش البياني واقعة واقعة بلي أو زانيشنا كي بردو علي فرصة باب كشمل الزلمة واحد علي إذا صدق المخبر إن صدق المخبر فقد تزوجت ببنتك إيش علي زوجتكها أي ماشي وبحث البلقيني يا بلقيني بلقينيش تكيو توليرا علي أن محل امتناع التعليق أم تعليقا كأبيتا من عيد رزبون نكاحك شوني أم تعليقا كواتا لكاتك أم تعليقا لمحلك أم تعليق أبي بهوي دروز نبون نكاحك إذا لم يكن مقتضى الإطلاق
اگر تعليق كان مقتضاي اطلاق كان نبو وكو ام لفظي في شو كوت معنى مقتضاي اطلاق كي على ان صدق المخبر فقد زوجتكها اگر مخبرك راسك اجزاني راسك اگر اوامن كشكم معركة لتو اجزاني راسك يا غلبي ظني هيك راسك او بياني واقع او تعليق نيه بويا ليه بلقيني شاله محل امتناع التعليق يعني محل امتناع التعليق لجواز النكاح اذا لم يكن مقتضى الاطلاق اگر تعليقك مقتضى اطلاقك نبو بلام يعني ما بس لقسك تعليق نبي ما بس لتعليقك بياني واقع بي او مقتضى اطلاقك ما بس لتعليق تعليق نبي ما بس لتعليق بياني واقع او وكبلين جري لسر واقع نك تعليق اهلو كاتا مانع نيبو درزبوني نكاحك وإلا اگر وابو مقتضاي واقع بو كأن غابت زيد مثلا شيريني كتي غايب وو ديارنية وتحدث بموتها قصي شكل لم لا لا والله شيريني كتي زيد مردوه ولم يثبت برامج تواو صعبد نبو فقال زوجتك بنتي إن كانت حية زيد بعمر علي لك تكلم خم في داعي أجر زندو صح أمنك حدروس بو تعليقك الروي نكر دوت خدي عقدك يبقى جزميوتو أول أجر تكلم زندو على المعركة دي خدي عقدك تعليقك يعني تعليقك الروي كدوت ما لنا معني شيرين ما لنا مال الشيرين تيجي تعليقك روي نكر وتعقد كابو درس بس ما أنت تعليقك على قيبة ما لنا مال الشيرين وهاي نجب خدي عقدك وهاي وفي نظر أم قصيب القينية نظرك شتياه بو لأن إن هنا ليست بمعنى إذ شنتي إني إيرا بمعنى إذني أولا إن كانت حية ناتواني بلا إن كانت حية بمعنى إذ كانت حية أو إنما بمعنى إذني هل بمعنى التعليق بيني بويا لا يقصى كيب والقيني نظريتي يعني. بويا النهاية عليه توقف فيه السبكي سبكي لم مسلا بيدن نيتو عني وهيج بلي كما هو ظاهر واتا أويك ديارة إن لرا بمعنى إذنية كإنج بمعنى إذنبو قماني تيكوي والنظر لأصل بقاء الحياة لا يلحقه بتيقن الصدق لولا نوتي بروان بين اصل بقاء حياتك ما و اگر ما بو تعليق لعقدكانيه او تيرواننا او نظر بو اصل بقاء حياتي شيرين لا يلحقه ام مساله نانسينه بتيقن الصدق او ظنه فيما مر لا يتمان اگر كابرا يقينا خبرك الراسك وتوانا أنثايك بوا يا ظني وآية خبرك الراسة أما مسألة بلقينية نانو سيبو مسألة فيشو بيني أنهي علاقة أن جاء شنج اللوية إنك بمعنى إذ ببلعم ليرا إنك ناتواني بمعنى إذا آها هو مجرونة وبحث غيره الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها غير بلقيني اشتكي ترالين ألين أجر زيدتي أجر شيرين مولي منا مولي يعني هذا جردسي منا كشم يا خشك مو ولي أمري نية جغل من فقد زوجتكها أو من ما رمك لتو وفي زوجتك يعني مسألة هي لي زوجتك إن شئت من أوا شيرين من ما رمك دي أجر خوت أتبه كالبيع ويكون لبيع مدروسة أنا بيعتك إن شئت إذ لا تعليق في الحقيقة شنتي ليرا أمدو مسألة تعليقي أنتياني مسألة كم عليه أجر شيرين مولية من أول المعركة دي خوش زانا شيرين مولية لمسألة دوهم عليه وامن فيهم فرو المعركة دي أجر خوت أتبي يعني لا يعني أمو هيش تعليقي كتردد ذكي تاني برام تاوري دمي أوكا أي أمش لا شرحكا فالمية
أمدو مسلك باسيان كردوا ويتعين حمل الأول على ما إذا علم أو ظن أنها موليته يكمعن حملكين سر أوي كات يدرسا أجر زيد داني شرين مولية خويتي يا ظني وابو موليتي والثاني على ما إذا لم يريد التعليق مسليدهم زوجتكها إن شئت أو بلا دروسة بلا بشرتي كابراي عاقد ولي أمركا ما بستي تعليق نبي أجل ما بستي تعليق بو دروزنية أي بابا بولا بيع علي دروسة ليرا علي دروزنية علي بيعتك السيارة إن شئت ليبو دروسة أجل ما بستي تعليق يجبه دروسة علي باكم ولا يقاس بالبيع ناتواني نكاح قياس كي تصير بيع لما تقرره شونتي ما باس ما كنت مع النكاح مزيد احتياطي تياي هذي احتياطي تياب كين باش ابرام اه ها اما تواو تاي وتي ولا يصح تعليق تائس لسلم كلمة روي لمن هاجك هي كلمة ولا يصح تعليق لراء ولا لسر الروي باش ابرام عليه ولا توقيته توقيتي شي دروزني توقيت النكاح دروزني وقد ذلك ولا توقيته بمدة معلومة أو مجهولة توقيت النكاح بمدة معلومة أو مجهول دروزني فيفسد أجل توقيتك أو نكاح فاسدة لصحة النهي عن نكاح المتعة شون جو حديثيك نهيك على نكاح متعة نكاح متعة ما يشيع كان كنيسة زور باو بلاوش الاسلماني شاب الله بتوخافنا من بوا بو أما أو حديثيك هاتو درباري نهي النكاح متعة صحيحة وجاز أولا لأول دروز بو رخصة للمضطر شون جي صحابة كان شون بملاو بولاو بو جهادو وكل رخصته ريان بيدرا نكاح متعة ثم حرم عام خيبر لعام خيبرة حرام كرايو ثم جاز عام الفتح مجا لعام فتح مكة ديسان وصحابة كان دابران والأخيزان كان ديسان ودروز بويو كواب دوجار دروز بوتو دوجار اشتحرم كراو وقيل حجة الوداع قيل لعام حجة الوداع حلال كرايو ثم حرم أبدا لباشا حرام كراب أبدي بالنص الصريح بالنص الصريح الذي لو بلغ ابن عباس جار أمي ابن عباس بلا يحلال بو علي أو نص الصريح أقر بقيش تايب ابن عباس لم يستمر على حلها بردوام نأبو لسر حل النكاح متعة مخالفا كافة العلماء ابن عباس مخالفيك دوبو سر جميع المكان تنانت إمام عليش النكاح متعيب لا وحرام وحكاية الرجوع عنه عندك حكايتك كان ألين كرة ولا ابن عباس لو قول قراوته ألين أم حكايتك لابن عباس وإيجارا لم تصح وصحيح نيو دروزنية بل صح كما قاله بعضهم بل كو أميان دروزته وكو هندي لعلماء ألين عن جمع من السلف يعني بل صح عن جمع من السلف أوليته بلك أود رسك جمع السلف أنهم وافقوه موافقي ابن عباس أن كردوه بود رزبون نكاح متعة وافقوه في الحل لكن خالفوه بلام ليكشتكى مخالف ابن عباس كان فقالوا لا يترتب عليه أحكام النكاح ألن خذ نكاحك درسته هركز نكاح متعة كان زناي نكردوه بحلال شوتلا أو آفرتا بلامت أحكام نكاح وكون نسبو وكون ماري وأمانة ترتبناك على سر أو نكاحة إيش شيعة كان هروا على نسبو أمانة ترتبناك على سر في نسبي في ساب النابي وتنيا أو مبلغي في ساب تبلا شيعة كانش كبريال دراو بيا وكبدا بجنك بو أو نكاحة باش برام أي بابا إما تشي مان هي دوجار آها وبهذا بنال سر أم قسى ككو ملك موافق ابن عباس يعني كدول حل النكاح متعة نازع الزركشي في حكاية الإجماع زركشي أم قسى بلا والرازنية قال إن إجماع هي لسر نكاح لسر حرام بون النكاح متعة
اجماعني حتى لما زبي خوش منا ليري شباسي كالا حواشي كانا علي اگر كسي شنكي ماركر بنكاح متعة داري جلدي لنادري علي چونكي شبهيتي آيه بو دروس بون و دروس نبون والحدود تدرأ بالشبهات حدود بالشبهة لا اچه باش برام وقد بالي مجا هنده كسي اعتراض لگري علي چي من هي لشرعة دو جار حرام كرابيو بلن دو جار حلال كرابي عليه وكذا أها ومن جير عليه فقال الخلاف محقق زركشي عليه إجماع دروز نبو لسر حرام بوني نكاح متعة بلكو خلاف محققة تيايا خلاف تيايا وإن ادعى جمع نفيه هرچن كوم عليه علين خلاف نية لحرام بوني نكاح متعة أي تشيتر وكو أموايا عليه وكذا لحوم الحمر الأهلية غوشتي كريمالي كرمالي كان دو جار حرام كراو دو جارش حلال كراو حرمت مرتين دو جار حرام كراو جاري أخير بيك جاري حرام كراو كريماليش حلال بو لفاشا حرام كراو لفاشا حلال كراو تاو لفاشا حرام كراو أي شرع علاقي بظروف الجهاد وهو لجهاد أي شيء نزنك وتبيخون غوشتي كريمالي حلال كراو دو جار دو جار حرام كرا و جاري دو هم بيك جاري مهر كيوي حلالة بله بله و الان زور گوشتي شي خوشة كري كيوي بله ايه و بحث البلقيني لين بحث ويان بحثي و بحث البلقيني صحته اذا اوقت بمدة عمره او عمرها لانه تصريح وبحثك أبو بماضي بخنر فإنك خبرنا هاتوا وبحث البلقيني صحته إذا أقت بمدة عمره أو عمرها بلقيني عليه نكاح متعيش دروسا أقد توقيت كوتي وشوي بيكل بمدة عمري أو بياوية بمعدة عمري أو جنة جنج نكاح رواية أربو أوية عليه لأنه تصريح بمقتضى الواقع هو توقيت نية بل كتصريح بمقتضى واقع شنجي نكاح هربو مدة عمره وقد ينازع فيه أم قصيب القنيش جي نزاعة بو بأن الموت لا يرفع آثار النكاح تقولي بابا شو يبيكر بمدة عمري أي خو مردن شو نوالي نكاح الناقري كاميان لبشا مردن أي تلان إرسي ديبا كاب شو نوال هرميني بلام كتولي مدة عمري معناه أن قال مرد نكاح نامني إرسي جنامي دواني نكاحي صحيح نكاحي صحيح آثارك إيمان لدعيش إيه ميلات أو شتى تريشة ألين ماري ما ميلات ألين لقيامة الشهرية كقولنا إن شاء الله ودعانا أي لا أرفع آثار النكاح كلها يا كلها آثار النكاح كلها فالتعليق بالحياة المقتضى لرفعها معلق بك بحياة بو معنى بلي لقال مرد لقال إيش كان مرد آثار نامين المقتضي لرفعها وترفعها مو آثار كلها بالموت مخالف لمقتضاه حينئذ ومخالف بمقتضاه داخواز يكاني نكاح لكاتك نكاح بو تأبيد به باش برام وبه وبه يتأيد ويا يتأيد إطلاقهم أبا متى إذكره إطلاق علماء كألين توقيت نكاح مطلقا نادروس وبيته وبيطالبون ونكاح مطلقا يعني بابا مدايا عمري بياوك وياجنك شو بي هل أبيته فاسد بوني نكاحك باش برام ويعلم الفرق بين هذا ووهبتك أو أعمرتك مدة حياتك بأن المدار ثم على صحة الحديث فهو إلى التعبد أقرب أي بابا توبة ما علي علي توقيت النكاح دروز نية أي بو دروس تو أجر بشخص يبلي وهبتك هذه الأرض يا وهبتك هذه السيارة مدة عمرك أو أن بو دروسة يا أرقبتكها قسم الرقبيتو عن تاتو ما بتمسي عليه تو بيمعرزيتو
حتى على فترة قريبة عليه أوابته هوي أويك بهمي شيء دواي خوشي أرزكارة يبغى من على كانش لا إما بارشة أرزها هوا أواي بياك دعوتي بمامس الشعب عبد الله تكية وتوتي تاتو ماي واي فخير رنگ واي زاني بهروا تاتو ماوية كدواي شا كمد مامس الشعب الله من على كاني تسأل مثلا أرزكا قلت وتيانا بون بوارشي بل باشا برام دي أما بو أو دروس أما عند روزنية لنكاحة ألي باكم أو حديثي لسرة نصي لسرة يما ناتوانين لا مجال للاجتهاد في مورد النصي ناتوانين اجتهادي تيابكين كواب أو إلى التعبد أقربو اشتيكا بو عبادة نزيكترا واتا ما نوي أو أرزل لزيما يبياوا لحياتي خويا ودواي مرنشي بورس كاني اشتيكا عبادة إما ما نوي تعبد بح وكبلين تطبيق حديثك وبكين حديثي في غمرو أبي بقسي بكين وتعبد عبادته اجتهاد نية آه على أنه يكفي طلب مزيد الاحتياط هنا مجازيا لمش لمسلي هبا جاية تاتا ما سلي نكاح يموت معنا نكاح جاية لبيع هبا وأمانة لمزيد الاحتياط فارقا بينه وبين غيره يا ما احتياط فرق ما كدول بين نكاحه غير نكاحه قيل لا يلزم من نفي صحتهما نفي صحة العقد ضمير صحتهما أتيته بو توقيت بو تعليق كما قاله الكردي وكل حاشك عليه زور خلاف الشتياية بلام أمان هنا مؤيدة كتبه توقيت التعليق عليه قيل لا يلزم من نفي صحتهما نفي صحة العقد بابا توقيت تعليقك بعد رزنا بقيناك بلام أي بو علي نكاحك بتعالى با نكاحك بتعالى علي بلي باك بابا توقيتك بتعالى تعليقك بتعالى آها با نكاحك دروز بي عليه أم قصبة لازم نايل سيئمه ناتواني بمرمان اللي بقري قيل لا يلزم من نفي صحتهما وتتوقيت تعليق نفي صحة العقد لازم نايل سرمان بلي عقدك جائزة ويرد بلزومه على قواعدنا دي أمقسى أم قيل رد كدته لواقع لسر قواعد إما واتمذهب الشافعي أو عقد لازم به شونت يما لزور شونا علين أجر عقدك وشرطك مو شرطك بطال عقدك جائزة وإن نقل عن زفر صحته لا يلزم من نفي صحتهما نفي بلزوم على قواعدنا لسر قواعد إما واتمذهب الشافعي لازم به لفساد شرطك وفساد عقدك شونت إما علين نكاحي معلق دروزني قواعدي اموايا اتر ناتواني بلاي شرطك بتعلو توقيتك بتعلو عقدك دروسا چونكي قواعدي اموا نالي مذهب الشافعي وإن نقل عن زفر صحته وإلغاء التوقيت هرت النقل كراوي لزفر مذهب حنفيه كونك أحد دروسا وتنيا توقيتك بتالا يعني بلي ليرا أوسين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.